شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاحتفال بتخريج الدفعة الخامسة والسادسة من المعهد الصحي للإناث والذكور. جاء ذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من المعهد الصحي للذكور، دفعة رقيب شهيد سعد إبراهيم عبد الجواد، والدفعة الخامسة من المعهد الصحي للإناث، دفعة رقيب شهيد مصطفى العزب خليل العزب، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. بدأت مراسم الاحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية، تضمن عدة لوحات وتشكيلات استعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التي وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية، كذلك تنفيذ بعضا من صور الأنشطة التدريبية التي يتم التدريب عليها يوميا. وعدد من التمرينات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والتي أظهرت الاستعداد القتالي العالي للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء. أعقبها عرض لتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالأوضاع المختلفة أظهرت مدى المستوى الراقي الذي يبرز احترافية الخريجين. تلا ذلك عرض من خلال غرف المحاكيات للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة التي قامت إدارة الخدمات الطبية بتدريب الطلبة عليها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال عدد من ورش العمل والدورات. أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحي للإناث عرضاً فنياً وموسيقياً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغاني الوطنية. وقدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريج المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام في أداء متميز وانضباط عسكري راق، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل عرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل مصر. تلا ذلك إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحي العسكري، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية. وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجين من المعهد الصحي للذكور والمعهد الصحي للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الدرجة الثالثة الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة، وردد الخريجون يمين الولاء. وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى أن عمليات التطوير والتحديث لمنظومة العلاج داخل القوات المسلحة
في تطوير وتحديث مستمر، انطلاقاً من فكر القيادة العامة للقوات المسلحة التي تولي اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة عمل الخدمات الطبية وتحقيق أكبر قدر من الخدمة المميزة للعسكريين والمدنيين في وقت واحد. وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم، موضحاً أن أبناء القوات المسلحة وهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة دائماً ما يضربون القدوة والمثل في التفاني والعطاء وإنقار الذات للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه التمريض في تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى.